السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل ممكن الذكاء الاصطناعي يبرمج نفسه بنفسه ما يتعينش على الإنسان إن هو يديله أوامر زي إن هو يتعلم مصدر معلومات زي جوجل؟ أه ده موجود، وده اللي هو التعلم العميق، وده إن هو يبدأ يتعامل مع مواقف ما اتعاملش معاها قبل كده ويتعلم منها ويبرمج نفسه بنفسه. فدي فعلا موجودة، وفي حاجات كتير ما نقدرش نبرمجه في كل حاجة، فبنسيب التعلم العميق إن هو يبدأ يتعلم بنفسه بنفسه. الخطورة أو بيسموها الانفجار الذكي لو قدر ان هو يبرمج نفسه بطريقه اسرع بكتير من اللي احنا متصورينه، وقدر ان هو يبقى اذكى من الانسان، يتخطى الانسان، يبقى سوبر ارتفيشال انتليجنت. فايه اللي هيحصل ساعتها؟ ده دي المشكله اللي العلماء بيحذروا منها.